السلام عليكم احبابي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ما ديما، وكنتمنى لكم الهنا والسعاده. وشكرا لكم بزاف بزاف على التتبع وعلى التعليقات الزوينين المحفزه. شكرا. اليوم جيت غادي نقدم معكم واحد الكريمه اللي هي يا تراديسيونال، هي قديمه بزاف، وهي زبده، هي كريمه الزبده الاصليه. كاين اللي تقول لها الكريمه الامريكيه، ما هي معتمده في اوروبا. اول حاجه هي كريمة الزبدة بثلاثة ديال المكونات فقط، تقدري توجدي أحسن كريم أوبور في البيت. كنتمنى يعجبكم الفيديو، طبقوه وشكرا. المقادير ديال كريم أوبور ديالنا كالتالي. طبعا عندنا 400 غرام ديال الزبده اللي هي من اصل حيواني، من الاحسن لان ما عندناش معز من روسنا، انفيستيو فيها ماشي بزاف، كدير واحد 100 درهم الكيلو، كناخذوا ربعها ب 25 درهم ماشي مشكل. 4 ديال البيضات درجه حراره المطبخ ما يكونش في الثلاجه. 200 غرام ديال السكر سنيده مع ساشي ديال الفاني باش نحضروا السيرو. الوقيته اللي السيرو ديالنا راه درنا على النار، غنديروا هاد البيضات يتسرب البيض بالصفر بكل شيء اليوم. غادي نزيدو هاد الفرن، هاو السيرو ديالنا كيطيب، غادي نخليه وحتى كيطيب مزيان باش هو اللي غادي يعقم لينا البيض ومن فوق غادي يطيبو لينا. نديرو واحد الجريبة، باقي مطابش تيكونلنا واحد البول هدا كنعرفو هكا. حنا غنتيستيو السيرو ديالنا كيما كتليكم، غنديرو في الما نرشي لي بول، صافي بحال هكا راه طاب. دابا غادي نخدم الماكينة، مبغيتش السطاع يكون، غادي نخدم البيض وغادي نزيد عليه بشوية بشوية. البيض ديالنا صافي راه وجد، راه باقي سخون. في هاد الحالة الا كانت عندنا الزبدة في التلاجة غادي نخدموها. دابا كانت التلاجة، كانت الزبدة خارج التلاجة غادي نخليوها تتبرد، هاد لاباغي راه شوية سخونة. انا ديجا الزبدة كانت عندي في التلاجة، غادي نخدمها دابا وتبعوا معايا الطريقة. راه ايطاب ايطاب، راه ما قطعت حتى شي لقطة. هانتوما هي شتي وجات قدامكم. بغينا نخفوها واحد شوية بالزيت ماشي مشكل. دابا لحد الآن هادي التغلاف كتجي مزيانة، نخليوها ترتاح شي شوية وغادي نديروها في البواط. هانتوما كيشفتو الكريمة ديالنا جاية ناجحة وخفيفة وكتجي بنينة بنينة بزاف. هادي كريم أوبور الاصليه كما علموها لنا لي شاف الكبار كما قلت لكم،
بدون اضافات بدون تسامي اخرين جداد، هذه الاسم ديالها الحقيقي. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتكون معتمده عندكم في الكيك اللي غتزوقوه ان شاء الله لاعياد الميلاد والمناسبات. وفي نفس الوقت حضرت كريمه الزبده كما شفتوا. الكريمه ديالنا نتوما كما كتشوفوا كي كتجي يعني كتشكلها كيف ما بغيتي. نزوقوا بها لي كيك الكاب كيك. ما درتيلاش الكريمه ديالنا كما كتشوفوا هانتي ما كتجي واقفه وكتجي لذيذه بزاف، يعني احسن من هولالا على 100000 درجه. هذه الكريمه المعتمد عند اكبر الشافات ديال الباتيسري. كنتمنى تعجبكم. طبقوا الطريقه راها سهله ما صعيبهاش كاع بزاف، يعني خاص غير لي زانغريديون.